السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بحضراتكم اليوم في المحاضرة الثانية في الأسبوع العلمي الثاني بعنوان أهمية القطاع الزراعي في تحقيق التنمية المستدامة. محاضرة اليوم هتكون بعنوان أبعاد الاستدامة الزراعية في مصر، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية، الأستاذ الدكتور محمد فوزي النجار، أستاذ ورئيس قسم الإرشاد الزراعي كلية الزراعة جامعة الأزهر بأسيوط. أي استفسارات سواء كانت بالمحاضرة أو لينك الحضور أو ما شابه ذلك هتكون في نهاية المحاضرة زي ما احنا متعودين. اتفضل يا دكتور. شكرا يا باشمهندس ابراهيم. طبعا انا بشكركم، بشكر الناس كلها اللي موجوده معايا على البرنامج، ومعلش للتاخير. طبعا كل سنه وانتم طيبين. احنا في العاشر الاواخر من رمضان، وبصراحه يعني الايام دي مباركه وايام جميله وايام سعيده، ونتمنى ان احنا ناخدها في العباده. ولكن العلم برضو يا ريت بس ان الصوت يكون واضح. تمام يا هو دكتور، في كل حاجة واضحة. مثلا الصوت واضح، ان بعتذر عشان التأخير 5 دقائق دول يعني، ولكن ان شاء الله باذن الله نستمتع النهارده بالمحاضره. المحاضره ان شاء الله باذن الله عنوانها كده استدامة الزراعة. استدامة الزراعة أو أبعاد استدامة الزراعة، الأبعاد استدامة الزراعة اقتصادية واجتماعية وبيئية. طبعا هو المفهوم بتاع الاستدامة مفهوم مش جديد، يعني ما هو مفهوم قديم، ولكن في لبس كبير جدا ما بين الباحثين بين كلمة الزراعة المستدامة وأنواع أخرى من الأنظمة الزراعية المختلفة. النهاردة إن شاء الله أنا لما هتكلم عن الاستدامة أتكلم عن الاستدامة بصفة عامة، سواء كانت الاستدامة بتاعت النظام مؤسسي أو مزرعة، أي فعل أو أي أكشن بيعمله الإنسان علشان يبقى الفعل ده فعل مستدام أو ياخد صفة زي ما بيقولوا كده الديمومة. إيه اللي لازم يكون من مواصفات الاكشن او التصرف او الفعل اللي بيقوم بيه الشخص ده؟ هناخد كده نبذه بسيطه في الاول. احنا طبعا بنعتز بديننا الاسلامي، والاسلام هو اول كتاب في العالم تتكلم عن الاستدامة. في القرآن الكريم في سورة البقرة قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليستخلفه في الأرض ويستعمره. هنا كلمة الاستدامة في الدين الإسلامي أو في من المنظور الإسلامي بتأتي بمعنى التعمير، تأتي بمعنى إيه؟ التعمير. وهي برضو الكلمة دي من أول ما ظهرت هي متعددة الأبعاد، هي كده كلمة ليها أبعاد متعددة ما تقدرش تنظر لها من بعد واحد. أي فعل بيقوم به الإنسان من شأنه أنه كله أبعاد متعددة.
يعني انا على سبيل المثال في التخصص بتاعنا في الزراعه، لما بستخدم ممارسات زراعيه متنوعه، الممارسه اللي انا بستخدمها دي قد تكون مستدامه وقد تكون غير مستدامه. طيب انا لما اقول ان الممارسه الزراعيه اللي انا بستخدمها في الزراعه او في المزرعه ممارسه مستدامه، يعني ايه؟ يعني انها بتديني اربحيه اقتصاديه، بتديني انتاجيه عاليه رقم واحد، انها بتبقى مقبوله من المجتمع رقم اتنين، الرقم ثلاثة وده هو المهم وهو الأساس في عملية الاستدامة، إن هو يحافظ على الموارد الطبيعية، حافظ على الموارد الطبيعية. الفعل المستدام أو الممارسة المستدامة، الممارسة اللي بتدي أربحية اقتصادية أو إنتاجية عالية وتكون مقبولة من المجتمع، تكون مقبولة داخل المجتمع وبرضه بتحافظ على الموارد البيئية. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان سخر له كل الكون بكل خيراته وثرواته علشان ينتفع بيها وينميها، ولكن التعمير ده مشروط ان هو يحافظ على الموارد، انه الاستخلاف في الارض لابد انه هو يلبي احتياجاته هو كانسان او كجيل حالي، ولكن لا يجور على الاجيال المستقبليه في انها تحقق أو تضمن تحقيق احتياجاتها. يعني مش المطلوب إننا نقصر في إشباع الاحتياجات، ولا المطلوب إننا نقصر أو نجور على حقوق الأجيال الحالية، لكن في الوقت نفسه المطلوب إن احنا نحافظ على حقوق الأجيال اللاحقة ما تلبي احتياجاتها. فلو قلنا مثلا تعريف التنمية المستدامة في الإسلام، إنها عمارة الأرض وخلافة الله فيها، زي ما أنا وضحت في الأول في أول كلمتين أنا إيه قلتهم. والإنسان دايما أو الأفعال الإنسانية دايما أفعال، يا إما هي تكون أفعال مادية أو أفعال معنوية روحية. الإنسان لابد إن هو يتوازن ما بين الأفعال المعنوية أو ما بين الإشباع الروحي والإشباع المعنوي وما بين الإشباع المادي، ودي نظرة تانية للاستدامة في الإسلام. النظرة المادية البحتة اللي ضغط على التصرفات أو ضغط على السلوك الإنساني، وأبلغ مثال على الكلام ده ما يحدث في المجتمعات الأوروبية، إن هم تقدموا جدا، إن هم مهتمين بالمادة اهتمام كبير جدا، ولكن لا يهتموا بالأشياء المعنوية، ما مهتمينش بالعلاقات الاجتماعية، مش مهتمين ببناء أسرة، مش مهتمين ببناء الإنسان نفسه. فالحضاره وشايفين الصوره اللي هي قدامهم، انه الحضاره او الزراعه او في اي مكان، ان الله سبحانه وتعالى يعني قادر على انه هو يخلق ما يشاء، الزراعه في الصخور نفسها موجوده. ربنا سبحانه وتعالى خلق البيئه الطبيعيه، خلقها متوازنه، فيها ثروات كتير جدا وفيها موارد طبيعية كتير جدا، ولكن اللي بيقضي على هذه الثروات
واللي بيقضي على هذه الخيرات الكتير جدا اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها للإنسان واستعمره في الأرض دي، الفعل الإنساني السيء أو الممارسات الخاطئة بتاعت الإنسان نفسه. هو الإنسان اللي عمل القنبلة النووية، هو الإنسان اللي اقترح الأسلحة المدمرة والكيماويات. الطبيعة زي ما كنا بنشوف إحنا وأطفال صغيرين، الأعداء الحيوية اللي موجودة في الزراعة، البيئة في تكامل وتناغم جميل جدا، التقنية على القدر اللي هي كانت ان هي تقنية متدنية شوية، لكن كانت تستخدم بما لا يضر الطبيعة وبما لا يؤثر على الكائن الحي. خصائص التنمية المستدامة في الإسلام، أنا مش عارف أنتوا طبعا، أنا هرجع أبص أشوف الناس في الـ، مش عارف الدنيا واضحة، صوت واضح، مفيش أي تفاعل. يا دكتور، الصوت والداتا وكل حاجه واضحه. يوم ما يبقى في مشكله انا بقاطع سيادتك وبقول لك في حاجه مشكله معينه، اما الشات احنا قافلينه عشان ما حدش يقاطع سيادتك اثناء الشرح. هي دي الفكره يعني. كويس، انا بس على بس كل لا فتره والتانيه كده، معلش يا باشمهندس ابراهيم، عشان خاطر بس التفاعل، اشوف الناس متفاعله مش احنا متفاعله، قافلين حتى الشات يا دكتور. الكتابه يعني، هرجع للبرنامج سامحني عذرا، يعني احب ان الناس تبقى متفاعله يعني افتح على الشات يعني؟ الشات. الشات هنا يعني ايه، لو في اي حد مثلا ليه كومنت في الجزء اللي فات ده او نتناقش فيه، انا احب انه في تفاعل بينا. لا، في الكتابة، شات الكتابة مفتوح. ماشي يا دكتور، انا فتحت سيادتك الشات اهو. ماشي يعني لو في اي حد من الناس اللي موجودة عايز يتفاعل، عايز يقول اي حاجة، يقول الصوت ما هو واضح، الكلام ده يا دكتور حس بيكون انه في في نهاية حياة يعني المحاضرة. على عشان خط. حضرتك واخد بالك يا دكتور، الكلام ده احنا بنعمله في نهاية المحاضرة بعد ما سيادتك بتخلص شرح. اللي عنده اي سؤال بيكتب، اللي حابب يدخل مداخلة مع سيادتك بنخليه يدخل ستيب باي ستيب، واحد واحد يعني. انا يعني ماشي خلاص، انا ماشي اهو، في اي حاجه نبهوني عليها، كل شويه كده هرجع لكم تاني يعني ان شاء الله. ماشي يا دكتور. خصائص التنميه المستدامه في الاسلام، خمس خصائص رئيسيه للتنمية المستدامة. الكتاب الإسلاميين الأوائل طبعا، أولهم وأشهرهم كاتب مؤلف اسمه ابن نبي. الكاتب والمؤلف ده كتب حاجات كتير جدا عن التنمية المستدامة، طبعا ارجعوا له هتلاقوا ليه مراجع كتير جدا موجودة عن التنمية المستدامة في الإسلام والتنمية المستدامة في القرآن، وفصل حاجات كتير جدا عن التنمية المستدامة. الخصائص بتاعت التنمية المستدامة خمس خصائص. أول خاصية من الخصائص دي اللي هي خاصية الشمول، وزي ما أنا قلت في الأول إنه الإنسان أو أي فعل إنساني ليه جانبين، جانب معنوي وجانب مادي. التنمية المقصود منها التعمير، ومقصود منها النمو، والمقصود منها تطوير الحياة الإنسانية، تطوير الحياة بصفة عامة والحفاظ على البيئة. الشمول ده لما أذكره إنه الفعل الإنساني أو الاستدامة تشمل الجوانب المعنوية الروحية والجوانب المادية اللي هي التقنيات والعمارة والحضارة وكل الأشياء. الجوانب المعنوية اللي هي الإنسان نفسه، خاصة بالإنسان نفسه، لابد إنه برضو
يكون التنمية المستدامة بتنمي الإنسان، بتهتم ببناء الإنسان، وبتهتم بتحقيق الحاجات المعنوية اللي الإنسان، زي إيه الحاجات المعنوية اللي الإنسان، أنت عمال يا دكتور تقول لنا حاجات معنوية وروحية ومادية، إيه الحاجات المعنوية ديت اللي الإنسان لابد إنه في التنمية إن إحنا نكون مهتمين بالحاجات المعنوية دي. الحاجات المعنوية زي الحرية والعدالة الاجتماعية، دي برضو يعني احتياجات معنوية لابد انه التنمية تاخد بيها. التعليم، انه يكون في صحة جيدة، انه يكون في تعليم جيد، انه الانسان من حقه المعرفة، المعرفة ده حق انساني اصيل، انه ما يعرف يدخل مدارس كويسة، يتعلم تعليم كويس، من حقه ان هو يعرف، حقه ان هو يساعد، او ان هو تفتح له الابواب لينهل من مناهج ومصادر المعرفة المختلفة، مش مجرد ان اهتم مثلا بادخال التقنيات الجديدة داخل المجتمعات، سواء كان بيتكلم عن المجتمع بتاعنا، المجتمع المصري عندنا تقنيات كتير جدا دخلت داخل المجتمع المصري، لكن الإنسان نفسه، هل احنا قمنا ببناء وتطوير الإنسان؟ هل احنا علمناه تعليم جيد؟ هل احنا حافظنا على صحة الإنسان اللي هو أساسا أساس التنمية بصفة عامة؟ لو احنا نشوف مثلا التنميه، هنلقى في حاجه اسمها التنميه الاقتصاديه، ان انا بعمل مشاريع اقتصاديه للانسان، وانا بطور حياته، وانا بعمل له حاجات كتير جدا، مستشفيات ومدارس واشياء كتير جدا بعملها له علشان خاطر ايه؟ انميه يعني الحاجه. فلا بد الجزء الشموخ، الجزء المعنوي او الجزء الروحي مهم جدا في عمليه التنميه المستدامه، زي بالظبط زي الجزء المادي. لو انا ركزت على الجزء المادي فقط ومجاز كل ما يتم عمله وكل ما يتم بناؤه وكل ما يتم تطويره هينتهي. واكبر مثال على الموضوع ده الحضارات القديمة، في حاجة اسمها الحضارة وفي حاجة اسمها الثقافة. الثقافة جزء من الحضارة الإنسانية، والحضارة الإنسانية دي ناتج من نواتج الثقافة، يعني في علاقة كبيرة جدا ما بين الثقافة وبين الحضارة. هتلاقي مثلا حضارة البابليين، حضارة الفراعنة، حضارة الإغريقيين، حضارات كتير جدا اندثرت. ليه؟ علشان المعرفة، ما اهتموش بالإنسان، بالجانب الإنساني، بالجانب الروحي، بالجانب المعرفي الموجود داخل كل تنمية. لكن موجودة المباني، موجودة الأحجار، موجودة المعابد، موجودة كل حاجة موجودة، ولكن مين اللي هو المعنى اللي بتحمله الحضارة، الثقافة اللي بتحملها الحضارة، كلها دي حاجات ممكن تكون وصلت لينا عن طريق مساعدة أجانب، لكن مش موجودة في أبناء الموجودين حاليا، الأحفاد يعني، مصاصي الأحفاد بتوع الحضارة دي. دي أول خاصية من خصائص التنمية المستدامة. الخاصية الثانية اللي هي خاصية التوازن، إن يكون في توازن ما بين الإشباع، توازن في الإشباع. أنا ما بركزش على حاجة واحدة وأسيب باقي إيه الحاجات، أو إن أنا أفرط في إشباع الحاجات بتاع الحاجات الإنسانية. لابد إن أنا يكون في إيه توازن للحاجات دي داخل المجتمع. الخاصية الرابعة اللي هي خاصية العدالة، توزيع الثروات داخل المجتمع لابد ان هو يتم بعدالة مش مساواة، علشان في فرق كبير جدا يا جماعة
ما بين العدالة وما بين المساواة. المساواة بيوجد في بعض الأشياء لابد أن يكون فيها مساواة تماما. زي مثلا إيه اللي بيبقى فيه مساواة تماما؟ إن أنا أمنح الحقوق العامة لكل أفراد المجتمع على كل في مساواة، إن بتيح الحاجة دي في مساواة، كل واحد يقدر يوصل للخدمة، كل واحد يقدر يدخل مستشفى، كل واحد يقدر يدخل مدرسة، كل واحد يقدر ان هو يوصل للانترنت ويدخل الانترنت ويتعلم من الانترنت. دي اتاحة الخدمة فيها مساواة. لكن العدالة بترتبط نفسها باشياء اخرى بقى، غير ان انا ده مش حقوق ممنوحة. العدالة دي ان كل واحد من داخل المجتمع بيتم توزيع الثروات على قدر العمل، على قدر العمل الموجود من الفرد نفسه. يبقى العدالة حاجة والمساواة حاجة تانية، لكن التنمية المستدامة بتهتم بالعدالة، العدالة في توزيع الثروات وتوزيع الإنتاجية داخل المجتمع. الحاجة الرابعة يسموها الكفاية. لابد انه اشبه الحاجات داخل المجتمع. الاسلام مش ضد اشباع الحاجات، مش ضد اني انا اشبه الحاجات الانسانيه اللي موجوده، ولكن فيها ايه؟ في شروط للكفايه دي. مختلف تماما عن المجتمعات الاخرى. لا لا افراط، يعني انا ما افرطش في اشباع الاحتياجات. وطبعا انتوا كلكم او بعضكم يعرف ايه هي الاحتياجات الانسانيه مختلفه. الاحتياجات الانسانيه متنوعه، الاحتياجات الانسانيه قابله للاشباع، الاحتياجات الانسانيه تتنافس فيما بينها للاشباع. الاحتياجات الإنسانية زي ما عرض ماسلو إن هي متدرجة، يعني في احتياجات فسيولوجية، في احتياجات الأمن، في احتياجات اجتماعية، وفي احتياجات تحقيق الذات، وفي احتياجات التخدير. تمام، أنا المطلوب إن أنا أوصل المجتمع إن هو يقدر نفسه، بيحصل تقدير داخل المجتمع للذات، دي اعلى مراتب الحاجات. ما اقدرش انا في قاعد فافضلش انا دايما في قاع الهرم بدور على الاكل والشرب فقط لا غير، على الاحتياجات الفسيولوجيه. لابد اني انا اطلع بقى في السلم بتاع الاحتياجات دي لحد ما انا اوصل ان انا احس انه في تقدير من المجتمع للفرد نفسه. ده احنا لو وصلنا للمرحلة ديت واحنا وصلنا للهدف الأساسي من التنمية المستدامة، تقدير الفرد لنفسه، تحقيق الشباب لذاتهم لأحلامهم. انا اديهم القدرة على كده. الإسلام حث على اني انا اشبع الاحتياجات الإنسانية، اني انا ووازن ما بين الاحتياجات الإنسانية. الآخر حاجة من الخصائص بتاعة التنمية المستدامة، ودي حاجة مهمة جدا، يعني لابد إن احنا نراعيها في كل حاجة. الخاصية الخامسة دي إن أنا هقولها لكم دلوقتي، خاصية عبقرية. يعني أنا طبعا شفتها في كتب كتيرة جدا، لكن ما شفتهاش بالعمق ده، أو ما قريتهاش بالعمق ده إلا لما بصيت لها من المنظور الإنساني، من المنظور الإسلامي. الخاصية الخامسة هي كل الخصائص الأربعة دول اللي أنا قلت لكم في الأول، اللي أنا الشمول والتوازن والعدالة والكفاية كلهم. الخاصية الخامسة لو روعيت داخل أي مجتمع
لا تكون يعني مش تنمية مستدامة فقط لا غير، ده مجتمعات تتقدم، يبقى نوصل لإيه حاجة للمجتمع المثالي. الخاصية الخامسة هي خاصية إيه؟ خاصية الإنسانية. يا سلام، الإنسانية، إنه التنمية بتحمل في طياتها معاني الإنسانية. الإنسانية، أنا التقنية والآلة الموجودة حاليا لغت الإنسان، سواء الإنسانية دي يا جماعة أنا هقولها لكم بالمعنى الحرفي، إن هي إن أنا أستعين بالإنسان تاني وأرجع أخفف من الحدة بتاعت الآلة بتاعت الماكينة اللي موجود، كل حاجة بيجي بالمكنة. فين الإنسان؟ فين دور الإنسان؟ طب ما هو الإنسان ده من حقه إن هو يتوظف. التوظيف قل جدا، انتشرت البطالة. البطالة منتشرة جدا داخل المجتمعات دلوقتي ليه؟ عشان خاطر الآلة ضغط على الأنسنة، وكل واحد يقول لك دلوقتي الرقمنة الرقمنة، إن التحول الرقمي، أنا دلوقتي بتحول رقميا أنا بتكلم معاكم عبر البرنامج اللي هو موجود ده، ومبسوط إن أنا برضو إيه بتكلم مع ناس كتير داخل على مستوى العالم أو على مستوى جمهورية مصر العربية، مبسوط بالتواصل ده خالص. ولكن الأنسنة فين؟ احنا في أين نحن من الأنسنة؟ الأنسنة عكس الرقمنة. كل ما كانت الأعمال تحتاج إلى كثافة إنسانية، كل ما كانت أقرب للتنمية المستدامة من الأعمال اللي تقلل من التدخل البشري. انا عايز اتقدم واستخدم التقنيه واستخدم الاعمال الكبيره الحجم وكل حاجه، لكن الانسان فين من المحور ده؟ الانسان ما ينفعش يا جماعه ان احنا نغرق في الرقمنه لهذه الدرجه، لابد ان احنا يكون في عندنا ايه استوب هنا وكفايه. الرقمنه دي حاجه مكمله للعمل الانساني، لكن ما بتبقاش بديلة عن أبدا. لكن في العصر الحالي كل حاجة بقت إيه؟ رقمنة رقمنة رقمنة. التكنولوجيا ضغط على كل، حتى ما فيش مشاعر في أي حاجة. كل واحد مثلا دلوقتي بس التواصل، مواقع التواصل الاجتماعي خلت ما فيش، قلت الزيارات بتاعت الأهل والأصدقاء، ما فيش حد بيقعد مع حد، بقت في عزلة اجتماعية. ده خطر، حاجة خطيرة جدا، مش سهل جدا، مش سهل خالص إني أنا أتحول كل هذا التحول الرقم. لا مش معقولة يعني إن هو ده هو يكون التقدم. أنا ضد التقدم لو كان التقدم بالشكل ده. لو كان التقدم هو إني أنا أبقى أسير جهاز أو أسير موبايل أو هاتف، إني أنا ما بقاش معايا كتاب، إني أنا ما بقراش في كتاب، إني أنا ما بقراش، ان انا ما اروحش المدرسه، ان انا ما اروحش المحاضره، ان انا لا، ديت مش تقدم، ده مش تقدم، دي مش تنميه. التنميه هي الانسانيه. لابد ان نكون التقنيات الموجوده، طبعا انا رحت لكم في حته تانية، لكن لو انا هتكلم عن الزراعه لابد ان هي الزراعه بتحمل التقنيه الزراعيه بتحمل المعاني الإنسانية. أقول لك المعاني الإنسانية في التقنية الزراعية، إزاي يعني التقنية الزراعية تحمل المعاني الإنسانية؟ إيه الكلام ده؟ أنا ما بستخدمش يا جماعة كلام وخلاص، أنا ما بقولش أي كلام وخلاص، أنا بقول لك كلام في المنظور الإسلامي. أنا زرعت حتة صعبة، هتقول لي بقول لك كلام يعني ممكن ما يكونش حد يقوله لك، لكن ده المفروض احنا نحط
تحطي نقطة من أول السطر في الحاجة دي. استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية بيخلي بسم الله ما شاء الله الإنتاج عالي والمزارع كسبان والإنتاج ما مال الدنيا، ولكن التقنية دي مش إنسانية، ليست إنسانية بالمرة، بتأثر على صحة الإنسان، بتأثر على الموارد الطبيعية، على المية وعلى التربة وعلى الهواء وعلى التنوع البيولوجي وعلى كل حاجة. ونقول لك ليه ده تنمية؟ تنمية إن إحنا إيه، بزود الإنتاج، صح؟ لكن هذه التقنية ليست إنسانية، وغيرها كتير جدا، غيرها كتير جدا من التقنيات الجديدة اللي وصلت لينا. فين احنا دلوقتي من الزراعة الحيوية والزراعة العضوية؟ نرجع تاني بقى يا جماعة، نرجع تاني للإنسانية بتاعتنا، ما نورطش في علشان نعمل تنمية مستدامة، علشان الإنسان يتعلم، علشان الإنسان الأرض والتربة والموارد الطبيعية لا تنتهي، لابد إن احنا نستخدم تقنيات تحمل الجانب الإنساني. فدول الخمس خصائص للتنمية المستدامة في الإسلام وغير الإسلام، يعني في كل لكن هي اللي من منظور الباحثين في الدراسات الدينية. يعني أسس التنمية المستدامة من المنظور الإسلامي برضو، هو بصراحة الجانب ده استهواني أنا في المحاضرة، يعني الجانب الثاني من المحاضرة إن شاء الله هنشوف المؤشرات وإزاي. يعني هو الهدف من المحاضرة دي إن أنا عايز أقيس استدامة المزرعة بتاعتي. أنا عندي مزرعة وعايز أشوف المزرعة ديت هل وأنا بستخدم بعض التقنيات، حزمة من التقنيات الموجودة عندي، هل المزرعة ديت هتستمر في العطاء ولا هتنتهي؟ انا اقدر اقيس برضو استدامه الزراعه على في محافظه، في اقليم، في جمهوريه مصر العربيه، وبرضو في على مستوى العالم في مؤشرات كتير جدا للاستدامه، هنتكلم عنها في الجزء الثاني ان شاء الله من المحاضره. الاسس التنميه المستدامه اول اساس من اللي هو ايه بيسموها الديمومه. بصراحة يا جماعة أنا هدخل برضو في حتة تانية كده، وأنا أكون نفسي بس إيه أتفاعل معاكم وأتناقش معاكم، لكن زي ما بنقول إحنا مضطرين إن إحنا نقفل، لكن هنتناقش في آخر المحاضرة إن شاء الله. في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها فله بذلك أجر، فله بذلك أجر. يعني أنا مأمور إن أنا أشتغل، مأمور إن أنا أعلم أعمل وأتعلم، مأمور إن أنا يعني أحافظ على البيئة وأحافظ على الزراعة وأحافظ على كل حاجة، حتى لو أنا إيه القيامة هتقوم، القيامة بتقوم. يعني انا اذا مات ابن ادم قامت قيامته، يعني القيامه مش هنستنى حد من القيامه تقوم غير ما نحافظ على الحاجه. لا، انا عايش دلوقتي بشتغل، هموت دلوقتي بشتغل، الحياه والموت سبحان الله، يعني ديت حقائق موجوده. وخلق لكم الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. العمل احنا مطلوب مننا ان احنا ايه مخلوقين في الارض دي علشان نشتغل، علشان نعمل لآخر لحظة، لآخر لحظة. الفطرة الإنسانية يعني مخلوقة او جبلت على الخلود، إنه هو الإنسان يعني يكون خالد في الدنيا. وهو أخرج سيدنا آدم من الجنة إلا الرغبة في الخلود، إنه هو عايز يبقى خالد
هل أدلك على شجرة الخلد؟ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ الوسوسة من الشيطان جت في الفطرة بتاعت المخلوق على الإنسان، إن هو عايز يبقى خالد، مش عايز يموت، عايز يبقى خالد خالص. طب وهل أنت تستطيع إنك أنت تحقق الخلود كإنسان ضعيف؟ تستطيع طبعا إنك أنت تحقق الخلود وتبقى خالد، تموت أنت وجسدك يموت وتبلى وتبقى اسمك موجود وخالد في التاريخ، تموت انت وجسمك يبلى ويفنى ويبقى الارض اللي الشجره اللي انت زرعتها بياكل منها الناس ويستفيد منها الناس وبيدعوا لك. فالعمل اللي انت بتعمله على اساس ان هو يكون عمل دائم، لا بد ان هو يكون العمل ده صفه الديمومه فيه. الصفه الثانيه او الاستراتيجيه او الاساس الثاني إنه التنمية المستدامة لابد إن هي تقوم على الإنسان، الإنسان المحور الرئيسي لعملية التنمية اللي هو إيه؟ الإنسان حامل الأمانة الذي استخلفه الله على هذه الأرض هو إيه؟ الإنسان. الإنسان له خلقت الأرض ومن أجله خلقت الأرض، من أجل الإنسان. التنمية المستدامة لابد إن هي تقوم على التنمية البشرية. وأنا آسف 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 جدا إن أنا قلت التنمية البشرية. التنمية البشرية الناس كلها دلوقتي بيقول لك التنمية البشرية، واحد عامل لي مثلا نفسه إن هو بيقول التجارب اللي حصلت لي في الحياة وبيؤرخ وبيسطر وبينظر على اساس تجارب شخصيه. التنميه البشريه يا جماعه علم كبير جدا وليها نظريات، او لو احنا مثلا اتكلمنا في محاضرات تانية ان شاء الله نتكلم في التنميه البشريه. بس التنميه البشريه مش بتاعت الدكاكين، مش بتاعت الاكشاك اللي موجوده حاليا، كل واحد بيتكلم شويه بقى ايه، يعني تجارب شخصيه بالنسبه له. لا، العلم مش كده. العلم مش مجرد انك انت تاخد تجارب شخصيه وتنزعها على الناس كلها وتقول لك ده عوامل بشريه وعوامل، لا، التنميه البشريه حاجه تانية خالص. التنميه البشريه الاهتمام بالانسان، الاهتمام بالانسان في كل النواحي الخدميه اللي موجوده. التنميه البشريه الانسان اساسي في التنميه المستدامه. الناس كلها بتركز على التنمية الاقتصادية، التنمية الاقتصادية، التنمية الاقتصادية. ليه يا عم التنمية الاقتصادية؟ مين اللي بيعمل التنمية الاقتصادية؟ مين اللي بينفذ البرامج بتاعت التنمية الاقتصادية؟ مين هو المسؤول عن الإنسان؟ الإنسان نفسه. الإنسان يا جماعة أصبح اليوم أو البشر نفسهم أصبحوا فئتين. فئة بتفكر وتنظر وتخطط، وفئة للأسف الشديد مستنية النتائج علشان تنفذها. وأبلغ مثال الكلام ده اللي حصل عندنا في مصر وفي الدول العربية في مرحلة الكوفيد 19. كل الناس بقى في الدول الأوروبية، واحنا كنا بنتابع منظمة الصحة العالمية بغض النظر عن الآراء المختلفة في الكوفيد 19، هو مصنع مخلق مش عارف ايه، كل الكلام ده يعني ايه ممكن يؤخذ ويرد عليه. لكن احنا قعدنا حاطين ايدنا على خدنا منتظرين الى ان يجي بقى ايه الفاكسين من اي حتة واحنا ايه نتعالج. ليه احنا ما نعملش الكلام ده؟ احنا ما عندناش مراكز بحثيه يا نهار، احنا ما عندناش باحثين، احنا ما عندناش امكانيات، احنا ليه فين الحاجات دي كلها؟ عندنا كل حاجه.
احنا عندنا كل حاجه، عندنا كل حاجه، لكن ما عندناش الاستعداد، ما عندناش التعليم، ما عندناش الحاجات دي كلها، مش موجوده، ما عندناش الخبرات اللي ممكن تنقذ. وبعد كده اهو راح الكوفيد 19، ويجي بعديه كوفيد مش عارف 20، كوفيد مش عارف ايه، وادينا منتظرين. ليه؟ لانه ما فيش، الانسان لا يمثل بعدا رئيسيا في عمليه التنميه للاسف الشديد. لابد ان احنا نهتم بالانسان اكتر من ايه، من كده بكتير. الاساس الثالث البيئه الخارجيه المحيطه بالانسان، اللي هي ايه؟ الطبيعه. الطبيعه اللي بيسموها ايه؟ الايكولوجي، يعني اي انسان طبعا بيبقى موجود في بيئه، في بيئه المحيطه به اللي هي الهواء والتربه، دي بيئه محيطه بالكائن الحي. احنا مش عايشين في قارورات يعني، لكن موجودين في بيئه، البيئه الطبيعيه. البيئه الطبيعيه ديت موجوده، وربنا سبحانه وتعالى سخرها للإنسان وجعل لي الحق في الاستفادة واستغلال الثروات والموارد الطبيعية دون تملكها. امسك بقى في الحتة دي يا ولد. صراحة أنا لما قريت الجزء ده، أنا يعني إيه، في منظمة الأغذية والزراعة وفي كتير من المنظمات الدولية، لما أقول لك إنه السبب وفي تدهور الثروة الزراعية أو الأراضي الزراعية تملكها، وأنا قاعد أفكر في الموضوع ده، هو ما كانش زمان في حاجة اسمها إيه، تملك الأراضي الزراعية، محدش كان بيملك الأراضي الزراعية دي، يعني كان حق انتفاع كلها تنتفع منها، لكن دون ان تتملكها شخصيا، ما بقاش انت الارض بتاعت فلان وبتاعت علان وبتاعت ترتال، لا، ان فلان ده بينتفع بالارض الزراعيه، فلان ده منتفعين بالاراضي ايه الزراعيه، ما كانش يملك. الله، انت يا عم عايز تاخد ارض الناس؟ لا، مش عايز اخد ارض الناس ولا عايز اعمل اي حاجه، الاراضي الزراعيه املاك الناس هي، لكن ايه اللي خلى التحول حصل؟ انا راجل ريفي، ولدت في الريف وعشت في الريف وتربيت في الريف، وعارف قيمة الأرض الزراعية بالنسبة للريفي كل حاجة. اتعلمت ومشيت وطلعت بره وعشت أرض زراعية أنا ما بزرعهاش، بس مكتوب باسمي ملكي. يا إما حاجة من الاتنين، يا إما أنا أجرها وآخد فلوس والناس تزرعها، يا إما أنا طبعا إيه عايز ابنيها مثلا، عايز ابيعها. ودكتور بقول لك ايه، الارض الزراعيه تتباع بالجرار، والارض المباني بتتباع بالمتر، ويا بخته اللي هو خد ارض زراعيه ودخلت كدور مباني. معلش يعني انا ايه، اتكلم في موضوعات بس موضوعات شائكه بصراحه. ازاي الارض الزراعيه بتتباع بالجرار اللي هو 175 متر، والارض المباني بتتباع بالمتر؟ ده المفروض العكس، عشان الناس تحافظ على الارض الزراعيه. لا، ما هو الارض الزراعيه ليه الناس بتحولها المباني؟ كل واحد يقول لك ايه بناء على الارض الزراعيه، القوانين طلعت قال لك ممنوع البناء على الارض الزراعيه. طب انا معي عيال عايز اخليهم يسكنوا، ما معيش غير حته الارض الزراعيه دي، ولا لو بعتها حتى مش هتجيب ملامين، ما اجاش اروح اخد لي شقه مثلا، ولا اخد لي اي حاجه حته ارض صغيره. طب ما لو انا الارض الزراعيه ديت مثلا ايه بالمتر، ما الناس هتزرع، وقيمه الارض الزراعيه هتبقى 10. ليه القيمه بتاعت الارض الزراعيه اقل من القيمه بتاعه الاراضي المباني؟ وكل الناس هتحول اراضيها المباني، او خدوا الفكره دي واعملوها، خلوا المتر بتاع الاراضي الزراعيه
زي المتر بتاع ساعتها بقى، ما حدش هيحول ولا هيقول انا ايه ازرع اشيل بالاراضي الزراعيه ولا ابني عليها ولا اي حاجه خالص. يبقى الاسس اللي بتقوم عليها التنميه الزراعيه 4 اسس رئيسيه، ان الديمومه، ان اضمن استمرار الفعل بتاعي او اثره، ان هو التنميه بتقوم على تنميه الانسان نفسه، وبعد كده الحفاظ على البيئه الخارجيه المحيطه بالانسان واستغلالها دون الاسراف فيها ودون التبذير. ودي آية في القرآن الكريم: ولكم في الأرض متاع مستقر ومتاع إلى حين. أنا آسف، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى إيه؟ إلى حين. أبعاد، ندخل بقى في أبعاد التنمية المستدامة من المنظور الإسلامي. هم بعدين أنا اتكلمت عنهم برضو، اللي هو البعد المعنوي والإنساني، مش هنقعد نتكلم عنهم كتير، البعد المعنوي والإنساني ده خد مننا كلام كتير جدا، ولكن إن هو البعد ده هو البعد اللي بيركز على تنمية وبناء الإنسان خلال التربية. لازم إن هو يتربى تربية كويسة، النشء يتربى تربية، وينشأ وناشئ الولدان فينا على ما كان عوده أباه. يعني الواحد اللي تربى تربية زي ما رباه أبوه بقى هو هيطلع. التنشئة الاجتماعية دي حاجة مهمة جدا، ان الواحد يخلي باله من اولاده، ربهم تربية كويسة، اختاروا الصديق المناسب. القيم لابد ان هو للاسف الشديد منظومة القيم تغيرت جدا، يعني اختلفت جدا عن زمان. القيم السامية، القيم السامية اللي ربنا سبحانه وتعالى غرسها فينا كفطرة، الأخلاق اللي هي جوهر الدين الحنيف، كل ده لابد إن هو يكون ركيزة أساسية وبعد أساسي في أي مشروع وأي مسار للتنمية. لأنه لو مركزناش في الأشياء دي هيبقى في انهيار حضاري للأسف الشديد، انهيار حضاري. الانهيار الحضاري مش بالمباني، مش المباني اللي هي تنهار، الحضارة، القيم نفسها، السلوك الإنساني. الزلزال عمره ما يهد بلد، ولا البركان عمره ما يأثر، كانت اليابان زمانها اتشالت من على الخريطة. القيم، إنه الإنسان يكون عنده قيم. لو النهارده جام زلزال وهد مصر كلها، بكرة تاني يوم المصريين هيبنوها. لكن لو أنا ما عنديش مصريين عندهم القيم النبيلة والقيم الإنسانية دي، ما عنديش شعب يعني عنده القيم الإنسانية والقيم النبيلة، عنديش شعب متربي كويس، ما عنديش مجتمع عنده القيم السامية اللي ربنا سبحانه وتعالى غرسها فينا كفطرة. على فكرة كفطرة، كفطرة الإنسان بالفطرة مفطور على إنه القيم دي موجودة عنده، قيم العيب وغلط واللي صح واللي ما يصحش والحاجات دي كلها. القيم دي لابد إن إحنا إيه تبقى موجودة في كل مشاريع التنمية اللي عندنا. أي مشروع تنموي علشان أضمن له الاستمرار وأضمن له النجاح لابد إن هو يحافظ على القيم دي، مبني على القيم دي عشان يستمر. عشان يستمر لابد إن هو يراعي البعد المعنوي الإنساني. البعد الثاني اللي هو البعد المادي التعميري، يعني انا الصورتين اللي قدامكم دول يعني لهم مغزى اقول لكم عليهم. يعني لو انت لاحظت الصوره الاولانيه، ده واحد بيزرع فعلا انساني، هو اللي بيزرع. الزراعه ده فعل انساني، ده قيمه الزراعه. الثاني ديت ناتج الزراعه ديت اللي هو شويه الخضار اللي في القفص او في العلبه دي.
القدر دول حتاكل خلاص، روحوا الى النفايات بقى واتكل على الله، مفيش اي حاجه هتفضل منهم بس الا الطعم الحلو شويه واتكل على الله. ده هو مفهوم التنميه المستدامه، ان انا انمي الايدين الحلوه ديت، الايدين اللي بتزرع دي اتعلمها، خلي عندها مهاره انها تزرع تطلع الحاجات دي على طول. الحاجات دي هي النتائج، هي البعد المادي اللي هو بينتهي اللي هو بيخلص. الموارد الطبيعيه والموارد الماديه يا جماعه احنا ليه بنحافظ عليها؟ صحيح، ونحافظ على الموارد الطبيعيه لان هي الموارد الطبيعيه ديت موارد، وبالذات في موارد كتير غير متجدده، حتى الموارد المتجدده منها برضو ايه بتخلص، محدوده يعني نصيبنا فيها محدود مش كبير جدا، لازم نحافظ عليها عشان تكفينا وعشان خاطر نقدر نستغلها الاستغلال الجيد. دول البعدين الرئيسيين للبعد بتاع التنمية المستدامة من منظور الإسلامي. كده الجزء الأولاني ده خلص، بقى ندخل على تاريخية عن المصطلح الجديد بقى، مصطلح التنمية المستدامة. مش هو مصطلح جديد يعني، هو المصطلح اللي كان جديد ساعتها بقى ايه في الأدب التنموي المعاصر، هو موجود من زمان بمعنى التعمير بقى ايه في الكتب القديمة وكلام من ده، لكن في الأدب التنموي المعاصر بيسموه ايه التنمية المستدامة. التنمية المستدامة أولا الاستدامة ده نمط تنموي، يعني أسلوب من أساليب التنمية أو شكل من أشكال التنمية. ليه شكل من أشكال التنمية يا أخويا؟ أولا الناس بتوع الاقتصاد الله يسامحهم، لأن أهم حاجة إيه، أو ركزوا على الإنتاجية، ركزوا على المكاسب والأرباح، فهم ايه هم يعني ايه ما بيراعوش اي حاجه تانية الا ما بيراعوش الموارد الطبيعيه في الزراعه، بس مش مثال لا ميه ولا تربه ولا تنوع بيولوجي ولا اي حاجه، بيزرعوا عشان يكسبوا، او الزراعه من اجل الربح فقط لا غير. هم دول جماعه بقى ايه تانيين اللي هم ليهم النظرة البيئية، المهتمين بالبيئة بتاعة التغيرات المناخية والكلام من ده، الناس اللي مهتمين بالبيئة خالص دول قال لك ايه؟ قال لك لازم من الضروري ان احنا نحافظ على البيئة، وهم حاجتين عكس بعض، يعني انا عشان اكسب لا انا بستخدم اي حاجة، استخدم مبيدات، بستخدم الأسمدة الكيماوية، بعمل عمليات تجسيف، بزرع الأرض أكتر ما بريحهاش، عمال على بطال كده علشان أكسب بقى، وعشان خاطر إيه أزود الأرباح بتاعتي من الزراعة. لا والأرض اللي هي إيه بيحصل عندها مشاكل كتير جدا، ليها مشاكل كتير جدا، وبعد فترة من الفترات الأرض ما بتبقاش صالحة للزراعة والمية بتتم استهلاكها. ليه أنا أعمل كده؟ لابد إن أنا أحافظ على البيئة. فجم جماعة في النص بقى قالوا إيه؟ قالوا إن إحنا لابد إن إحنا نستخدم تقنيات أو أساليب أو نمط جديد من أنماط التنمية، اللي هو إيه؟ اللي هو ان انا احافظ على الاربحيه على قدر الامكان، واحافظ على الانتاجيه على قدر الامكان، بس بشرط ان انا مع الاربحيه ديت ومع الانتاجيه دي احافظ على الموارد الطبيعيه. ودول هم بتوع الاستدامه،
اللي بدأت عندهم عملية إيه؟ الاستدامة من أولها. وخدوا بقى إيه؟ حاجات إجراءات للمحافظة على البيئة مع كل نشاط اقتصادي بيقوم بيه أي حد في العالم، لابد إن هو إيه؟ وحتى لو هو في الصناعات الثقيلة دلوقتي، يعني أنا مثلا إيه؟ الناس اللي عندها مصانع بتلوث البيئة. على فكرة قضية التلوث دي قضية عالمية، يعني أنا اللي بيحصل في أوروبا أنا بعاني منه في أفريقيا. لو أنا ما عنديش حتى الصناعات الثقيلة دي والكلام من ده، برضه التلوث ليس له حدود جغرافية، بيعدي الحدود الجغرافية. طب هو يعمل إيه؟ وهو لازم يصنع بقى إيه عشان خاطر يعمل أسلحة نووية وكلام من ده ويستفيد بالحاجات دي. طب أعمل إيه أنا؟ بدفعه التكلفة بتاعت الصناعات الثقيله دي، لازم يدفعها عشان خاطر ايه الناس اللي اتاثرت بيها ياخدوها. ده جزء برضو ايه من اجزاء عمليه الاستدامه، النوع الثالث اللي هم عملوه. اول ما ظهر مفهوم التنميه المستدامه ظهر سنة 1972. 1972 وده تقرير نادي روما بعنوان وقف التنمية. والتقرير ده وبرجعوا له هو نقطة البداية اللي بدأت منها مفهوم الجديد بتاع التنمية المستدامة. في التقرير ده جم العلماء بقى ايه وحذروا من ان احنا لو قعدنا في الوتيره المتسارعه دي بتاعت التنميه الاقتصاديه وما ركزناش على معالجه الاثار البيئيه الناتجه عنها، لا احنا هيبقى في مشاكل كتير جدا، هيحصل استنزاف للمواد، هيحصل تلوث للطبيعه، ويبقى في ضغوط كتير جدا على النظام البيئي. وطبعا اول ما طلع التقرير ده اثار جدل كبير جدا بين الناس ده وبين المختصين وغير المختصين. وزي ما قلت لكم ان هم ايه في فريقين، فريق عايز يكسب وفريق الثاني عايز يحافظ على البيئه، والفريق الثالث ناتج عن التقرير ده اللي هو طلع حاجه اسمها ايه؟ التنميه والمحافظه على البيئه، يعني ان انا اعمل التنميه بغرض المحافظه على ايه؟ على البيئه. وبقى بداوا يعني يحطوا استراتيجيات تنمويه فيها توفيق ما بين ايه؟ الحاجتين، يوفق بين الاقتصاد وما بين ايه وما بين البيئه، لحد بقى ما جاء حاجه اسمها اعلان ستوكهولم. ده كان سنه 1974، وطلعوا الاعلان ده كان باستراتيجيه سموها استراتيجيه تنميه ايكولوجيه. التنميه ديت اتحولت بعد كده المصطلح بتاع التنميه الايكولوجيه ده الى التنميه ايه المستدامه، وانه المصطلح ده اول مره تم ذكره سنه 1980. مصطلح التنميه المستدامه ده من طرف الاتحاد الاوروبي اللي عمل تقرير من المحافظه على البيئه وسماه الاستراتيجيه الدوليه للمحافظه على البيئه. دول اللي ايه التدرج او التاريخ بتاع التنميه المستدامه. وطبعا قمه الارض ومؤتمر ريو دي جانيرو اللي في البرازيل والتوصيات اللي طلعت عن المؤتمر ده، وبداوا بقى ايه في التنميه المستدامه، والموضوع دلوقتي بقى ايه في خطط واستراتيجيات كتيره للتنميه المستدامه، مع انه التنميه المستدامه من قرون كتير جدا، اللي هي ان انا ايه بيبقى في عندي التوازن ما بين الاقتصاد وما بين البيئه. اهداف التنميه المستدامه
احنا ممكن ناخد ريست طيب يا جماعة 5 دقايق ولا مش ممكن؟ براحة حضرتك يا دكتور، مفيش مشكلة، 5 دقايق بس ريست يعني. مفيش مشكلة يا دكتور، تعمل شيء. طيب في الريست دي دكاترة هفتح الشات لحضراتكم، اللي عنده أي سؤال بخصوص المحاضرة يتفضل يكتبه على الشات، بس يا ريت بخصوص المحاضرة، أما بخصوص الشهادات ولينك الحضور والكلام ده في نهاية المحاضرة إن شاء الله. تمام؟ تفضل. بالنسبة للدكاترة اللي بيقولوا دي أول محاضرة، لا دي المحاضرة الثانية في الأسبوع العلمي أو الثاني. المحاضرة الأولى بتاع الأسبوع ده تم تأجيلها، هي المفروض كانت امبارح بس تم تأجيلها لظروف معينة يعني، فإن شاء الله تتم إعادتها يوم الأربعاء اللي بعد الجاي إن شاء الرحمن بالنسبة للمحاضرة الأولى يعني، ودي محاضرة النهاردة، المحاضرة الثانية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جديد مرة تانية. صوت واضح كده؟ يا ريت بس اه واضح،
مبسوط، نبدأ نواصل إن شاء الله في المحاضرة. معلش بس عشان خاطر الصيام الواحد لازم يشرب مية يعني، تقدر تاخد نفس شوية. هنكمل بقى بعد إحنا آخر حاجة اتكلمنا عنها اللي هي التاريخ بتاع التنمية المستدامة. التطور التاريخي أهداف التنمية المستدامة، إيه هي أهداف التنمية المستدامة؟ عايزة مننا إيه التنمية المستدامة دي؟ تحقيق نوعية من الحياة أفضل. طبعا إحنا لو اهتمينا بالبيئة، البيئة المحيطة بينا، طبعا الحياة هتبقى أفضل بكتير جدا من اللي احنا عايشينه دلوقتي في التلوث الناتج عن الممارسات الغلط اللي احنا بنعملها في الزراعة والتكثيف والحاجات دي. أول هدف من أهداف التنمية المستدامة ان هي بجودة الحياة. جودة الحياة ده مصطلح كتير كبير جدا ونوعي، في تفاصيل كتير جدا يعني، برضو احنا ممكن فيما بعد نتكلم فيه لو انتوا حبيتوا، في جودة الحياة وازاي نقيس جودة الحياة. برضو التنمية المستدامة اول اهدافها اللي هي بتحقق حياة افضل للانسان، تهدف إلى حياة أفضل للإنسان. لو إحنا حافظنا على الموارد الطبيعية طبعا الحياة هتبقى أفضل بكتير. الهدف الثاني الوعي، أهم حاجة وأهم جزء في التنمية المستدامة التوعية. التوعية الإنسان الناس دايما ما عندهاش الوعي بالمخاطر بتاعت المشكلات البيئية أو المشكلات الناتجة عن البيئة. عندنا احنا هنا في مشكلة كبيرة جدا كبيرة جدا يعني، مشكلة تكاد تكون بتنغص حياة الناس، اللي هي الحرق المخلفات الزراعية أو بقايا المحاصيل. تخيل بقى انه الدخان والحاجات اللي بتطلع نتيجة المشكلة، نتيجة مشكلة حرق المخلفات الزراعية دي مؤرقة جدا جدا جدا. عارفين طبعا انتوا اللي جا مصر او اللي عايش في مصر عارف انه في المناطق الريفية المسائل، القرى والمراكز القريبة من القرى وحتى المحافظات مناطق زراعية مجاورة ليها كتير جدا، وقرى محيطة بالمناطق الحضرية. بيجي الزراع والمزارعين في الفترات كده في بعد نهاية الموسم الصيفي بالذات يعني، بتبقى موجودة مخلفات كتير جدا نتيجة في الذرة الشامية والذرة الرفيعة والحاجات دي. بعد ما بياخدوا المحصول بتبقى البقايا بتاعة المحاصيل موجودة، ما بيعرفوش يعملوا فيها ايه، الله يعني، لا يقدروا يدوروها ولا يستفيدوا منها ولا يعملوا منها اي حاجه، وتسبب عبء كبير جدا فبيحرقوها. يوم مثلا كده في يوم بيروح مولعين في الايه، في المخلفات وبقايا المحاصيل دي كلها، بتفضل ايه الدخانه او الدخان بتاع المحاصيل ديت كاتم على نفس الناس. وتعال بقى شوف بقى ايه، خد الاحصائيات من مديريه الصحه وزاره الصحه، هتلاقي في الفترة دي ناس كتير جدا بيجي لها ايه، مشاكل في الصدرية، في الصدر كتير جدا نتيجة التلوث اللي بيحصل للبيئة من الناتج من ايه، من حرق المخلفات الزراعية. احنا بنعمل غرامات على الناس هنا يعني، الناس يجي مثلا المهندس الزراعي الموجود في الجمعية الزراعية بيعمل محاضر، محضر لحرق المخلفات الزراعية. طب انا محضر حرق المخلفات الزراعيه ديت مثلا، انا ايه
ممكن اهرب منه باي طريقه، بس انا مش عبد اتحمل تكليف، هتحمل تكلفه المحضر بتاع حرق المخلفات الزراعيه، ومش هتحمل تكلفه التدوير بتاع المخلفات الزراعيه. الله، طب يا جماعه هو ايه اللي حصل؟ هو البقايا دي ما كانت فين زمان؟ ما كانتش موجوده؟ التحضر بقى اللي حصل في القرى زمان، احنا ايه الكبار شويه يعني ايه في السن، المخلفات دي كلها كانت تستخدم في المناطق الريفيه، كان فيها استخدامات كتير جدا، وبالذات مثلا في الوقود، وفي اللي هي بتعمل يعني ايه في الاستخدامات المنزليه. لكن دلوقتي ما لهاش استخدامات، فهي بتبقى ايه، انا اروح مثلا اعمل بيها ايه، احطها فين، اتصرف فيها ازاي؟ ف التدخل بتاع الدوله في الموضوع ده، ان هو مثلا بيعمل له محاضر او يوعيه يقول له ما تحرقش مخلفات زراعيه، ما انا اعمل فيها ايه؟ المخلفات الزراعيه ديت او البقايا المحاصيل، لو انا ما كنتش استخدمها في البيت، لا ده انا ممكن استخدمها في حاجات كتير جدا من خلال تدوير المخلفات الزراعيه، تدوير المخلفات اللي موجوده عندي دي، انا ممكن اعمل منها علف، انا ممكن اعمل منها في صناعات تانية زي الورق والحاجات ديت، في حاجات كتير جدا انا ممكن اعملها من المخلفات ديت. فيا ريت انا وعيهم واعمل لهم مشروعات صغيره، بحيث ان هم يستفيدوا من المخلفات الزراعيه دي. ما هو مجرد ان انا اقول له ما تحرقش المخلفات يبقى انا وعيد، او انا وعيد بالمخاطر بتاعت حرق المخلفات، لا، ازاي استغل المخلفات ديت في حاجات مفيده، وفي حاجات مفيده كتير جدا انا ممكن استغلها في المخلفات الزراعية. الاحترام البيئة الطبيعية، شوف كلمة احترام دي، يعني أنا لابد إني أنا أحترم البيئة زي ما أنا بحترم ال يعني الأكبر مني، الأكبر مني في السن أنا بحترمه وبقدره، انا بحترم البيئه الطبيعيه دي، لابد اني انا احترمها، لابد اني انا ابقى فيها ايه، انا مش عايز اقول تشبيه لحد يفهمني غلط يعني ولا بتاع، في مصطلح جديد ظهر في منظمه الاغذيه والزراعه خاص بالبيئه، اللي هو ايه، اتيكيت. الاتيكيت لابد ان انا، يعني ايه الاتيكيت؟ يعني ايه حسن التصرف. الاتيكيت اني اكل بالشوكه والسكينه، الاتيكيت اني انا مثلا ايه ابقى في بتعامل كويس، واحترم مثلا ايه الناس في الشارع، بتعاملهم بادب، بتعاملهم باحترام. اشمعنى انا ما بحترمش الطبيعه يعني؟ لازم يكون في اتيكيت، اتيكيت، الاتيكيت في التعامل مع البيئه، يا للدرجه دي، للدرجه دي. اشمعنى انا ده البيئه دي اهم حاجه، البيئه دي مهمه جدا، انا بحترم حاجات كتير جدا ملهاش يعني، لازم احترم الناس كلها، ولازم احترم حاجات كلها، بس في حاجات كتيره جدا انا ببالغ في احترامها مثلا، وبالغ في احترام حاجات كتير جدا، بحترم المديرين في الشغل، بحترم حاجات كتير جدا بحترمها في البيئه، في الطبيعه، وما بحترمش الطبيعه نفسها. ليه؟ حسن التصرف، الاتيكيت، الاتيكيت مع النبات، الاتيكيت مع الارض الزراعيه. يعني هو ممكن يكون المصطلح غريب شويه بس موجود، اجروا عنه برضه هتلاقوا عنه حاجات كتير جدا، وايه هي التصرفات
الاحتراميه او الاتيكيتيه اللي هي ايه، انا ممكن اتعامل معاها مع ايه، مع الطبيعه. لابد الاهداف الثانيه برضو بتاعت التنميه المستدامه، الاستغلال العقلاني للموارد. انا لا اسرف في استهلاك الميه، لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار. انت في الوضوء لكن انت بتوفر في الميه. لو الاسلام حصنا على كده برضو، ان احنا ما نستهلكش الميه خالص، نحافظ على الميه، سواء كانت الميه ده من مورد متجدد او مورد غير متجدد، لابد ان نحافظ على الميه. الميه دي حاجه مهمه جدا 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 جدا. انا بصراحه بشوف سلوكيات كتير جدا في الشارع ما بتحافظش على الميه ولا بتعتبر لها اي اعتبار خالص. الناس مثلا ايه في الحر كده في الصيف، كل سنه وانتم طيبين، والصيف طالع هتلاقي الناس كلها بقى ايه ماسكه خراطيم الميه بترش بقى في الشوارع عشان خاطر نسمه هواء تعدي عليها. وميه ميه ميه يعني ايه. واحنا من الدول اللي عندها ندره في الميه، عندنا ندره في الميه كتير جدا، ما لكن احنا بنسرف فيها. لابد اني انا افكر عقلاني بمعنى التفكير، ان انا افكر ازاي احافظ على الميه دي. لو انا مثلا ايه لقيت عندنا مثلا في الصعيد في مصر بيزرعوا قصب السكر، وقصب السكر ده بيستهلك ميه كتير، والصناعات بتاعت السكر قايمه على قصب السكر. انا مش هقدر استغنى عن قصب السكر بصراحه ولا امنع زراعته. طب هل في حل للموضوع ده؟ في حلول. في مثلا ايه طلعت الابحاث الجديده اللي هي بتقول لك القصب بتاع الشتل ده، ان انا استخدم ايه بيوفر في الميه شويه، إيه لان انا عايز احافظ على الميه، والهدف بتاعي ان انا ده محصول استراتيجي، لابد ان انا مربوط باهداف المجتمع. لازم افكر واستغل استغلال عقلاني للموارد الطبيعيه دي. الميه، الارض، التربه برضو لازم انا اريحها يا جماعه. الارض دي يعني في ناس مثلا صحابي بيكلموني مثلا كتير جدا على موضوع الاستدامه ده، بصفتي انا يعني ايه يعني متخصص شويه في الموضوع الاستدامه ده. فناس بتسالني يقول لي موضوع الاستدامه ده دايما، وبالذات الناس المزارعين الصغيرين، يا جماعه تعالوا نحافظ على ايه، على الارض الزراعيه. يقول لك انا بحب الارض الزراعيه جدا، لا انا في حياتي هجرب الارض الزراعيه، يعني مش هاخد منها الطبقه السطحيه ديت ولا ما اعمل منها حاجات ابدا في حياتي، حافظ عليها. ممتاز، كويس، ده حاجه كويسه جدا، دي ممارسه كويسه ان انا ايه ما اجربش الارض الزراعيه. الارض الزراعيه ديت انا عمري ما هبني عليها، انا هشوف مثلا ايه مكان في الصهير الصحراوي او في اي حته تانية او في المدن الجديده اللي عاملاها الدوله، ومش هابني على الارض الزراعيه. انت برافو عليك، كويس، ده حاجه كويسه جدا، ده انت كده ممتاز، انت كده حافظت على الارض الزراعيه، انت حافظت على الشكل بتاع الارض الزراعيه زي ما هو. لكن انت بتزرع الارض من غير رحمه، سايبها كده، لا انت بتحط لها اسمنت بلدي، ولا انت بتعوض العناصر اللي نقصت منها، ولا انت بتزرعها وخلاص. انت كده بتقضي على الارض الزراعيه، انت كده مش بتحافظ عليها. كل اللي في خاطر الناس ان انا حافظ على الارض الزراعيه، يعني انا لا اجرفها ولا ابني عليها. لا، الارض الزراعيه في ممارسات كتير جدا، الزراعة الكثيفة، عدم الاهتمام بالخدمة، حتى التعاقب المحصول. يعني أنا أزرع محاصيل مجيدة للتربة دايما دايما كده، أزرع محاصيل مجيدة للتربة، ما أنا برضو ما بحافظش الصرف الجيد، الصرف إني أنا بزرع الري الحديث، إني ما بجيبش ري حديث وري مطور، كلها دي تقنيات تانية موجودة. مش إني أنا دي بناء على الأرض الزراعية دي ما اسمهوش استدامه، يعني مؤاخذه، يعني هو تقنيه من تقنيات الاستدامه.
لكن البناء على الارض الزراعي اسمه قتل. خلاص انا موتها، ما فيش استدامه، ما فيش حفاظ على. لكن في تقنيات تانية بتموتها ببطيء. البناء ده بموتها مره واحده، برحمها كده. لكن ان التقنيات التانية لا، انا بستخدم مبيدات ووفرة استخدام مبيدات والمدخلات الخارجية و و و و و و لحد الارض، بيسموه عندنا مصطلح كده الطبي، يعني ايه، ما تكون غير صالحة للزراعة، خلاص بقت غير صالحة للزراعة. فده ده هو ده ايه، الحفاظ على الموارد. ففي ناس عندها لبس كتير جدا، ان انا خلاص ما دام انا بزرع يبقى انا كده ايه، بحافظ على الارض الزراعيه. لا، التقنيات نفسها هي المهمه جدا، ولازم الانسان يفكر بقى ازاي يحافظ على الحاجات دي. الاحتياجات والاولويات بتاعت المجتمع لابد ان يكون فيها تغيير مستمر ومناسب. على فكرة التنمية دي احداث تغيير، احداث تغيير، والتغيير ده بيوجد دايما مستمر، بس لابد ان هو يكون مناسب لافراد المجتمع عشان خاطر يبقى مستمر، صح كده؟ يعني انا لما بحط خطة للزراعة، انا راجل مثلا ايه بتاع ارشاد زراعي، وبحط خطه للزراعه في قريه معينه. الخطه دي ان انا بحطها لابد ان هي ايه، هدفها التنميه، هدفها ايه، التنميه، والتنميه بمعنى الزياده. طب التنميه والزياده لابد ان هي تحدث من خلال احداث تغيير، احداث تغيير مستمر. واحداث التغيير ده ما بيكونش بس يا جماعة في الحاجات المادية، لأن أنا بعلم المهندسين الزراعيين كده، أو بعلم الشباب بتوع زراعة في الكلية عندي، يا شباب أنت راجل دلوقتي مثلا هتبقى مهندس زراعي، فالمهندس الزراعي ده لابد إن هو يكون يراعي 3 حاجات رئيسية، إحداث 3 تغيير في 3 حاجات رئيسية. الهدف الرئيسي بتاعنا احداث تغيير في 3 حاجات رئيسيه، مش حاجه واحده بس، مش في التقنيه، مش ان اطور التقنيه فقط لا غير، 3 حاجات، وبسميهم انا الكاب، كي اي بي، كاب. ايه كاب ده؟ الكي اللي هو النوليدج، اللي هو ايه، المعارف. لازم اطور المعارف بتاعتي، لازم اطلع، ابقى مطلع باستمرار على الحاجات الجديده واغير المعارف واجرب، تمام. الحاجه الثانيه اللي هي الاتيتيودز، اللي هي ايه، المهار، الاتجاهات. لو في مشكله كبيره جدا في التغيير، التغيير لما انا عايز اعمل تغيير في المجتمع الزراعي، اللي هو المقاومه بتاعت التغيير، وحتى المزارع اللي هو يعني بيسموه بايونير، او مزارع مثلا بيفكر كويس او عايز يعمل حاجه جديده او متجدد، بيكون يعني عايل هم الفشل وعايل هم الناس المحبطه. وانا جربت الكلام ده اكتر من مره على فكره، يعني في تجارب عمليه، ان المزارع يكون متعالي كويس وعايز يعمل حاجه جديده، ودايما كده في المحيط بتاعه ناس حواليه كده بتقول له لا، احنا هذا ما وجدنا عليه اباؤنا، يعني لا خليك زي ما انت، تتغير ليه؟ ما احنا ماشيين كويس، تتغير ليه؟ وعواقب التغيير هتبقى وحشه، وممكن تفشل، وممكن انت لا تنجح في انك انت تزود الانتاج. ما هو يكون متاكد ان هو خلاص يعني ايه، لو عمل حاجه دي هبقى كويس، فبيكون صعب جدا. فانت بتضطر بقى تدي له حوافز، حوافز كتير جدا بتحفزه، المفروض تتدخل عشان تحفزه، عشان خاطر ايه، تدي له حوافز بتاع التبني، ان هو لابد ان هو يتبنى الحاجات الجديده دي علشان خاطر ايه، يبقى هو بقى ايه، البايونير بتاع المنطقه اللي هو فيها. علمه المعارف الجديده والمهارات
والاتجاهات اتجاهات والمهارات، لازم يكون عنده مهارة. وفي الزراعة المستدامة اللي هتيجي في المرحلة الجاية إن شاء الله، أنا باين عليا هطول عليكم شوية، المهارات بتاعت التنمية والزراعة المستدامة مهارات جديدة، إزاي إن أنا قاعد مراقبة وملاحظة وتسجيل وتحليل تربة وتحليل مية وكل الحاجات ديت، حاجات يعني إيه؟ حاجات جديدة، حاجات جديدة وصعبة، إنه المزارع لابد يكون عنده مهارة يعمل الحاجات دي. فلا بد ان انا برضو التغيير بيبقى مستمر مناسب، وهيبقى الاستراتيجيه اللي جايه دي ان شاء الله هقول لهم التغيير ما يبقاش مره واحده، يعني ما يجيش مره واحده واروح مغير، لابد يكون ايه تراكمي، حاجه تراكميه واحده واحده، ستيب باي ستيب، عشان خاطر ايه الخبره تتراكم بقى وايه، وتبقى حاجه ايه حاجه جديده وحاجه كبيره. ما ينفعش ان انا ايه اعمل التغيير مره واحده. الهدف بتاع التنميه المستدامه بعد كده ان تحقيق نمو اقتصادي تقني يحافظ على الرأسمال الطبيعي، ده هدف اساسي، ان انا احافظ التقنيات الجديده ادخلها علشان اعمل تنميه زراعيه، لابد من حاجتين، ملهمش ثالث، يا اما تنميه راسيه يا اما تنميه ايه افقيه. التنميه الافقيه دي صعبه، ان انا استصلح وان انا اعمل اراضي جديده وبتاع واضيف للاراضي الزراعيه ايه تنميه وزراعه وكلام من ده، صعبه جدا مكلفه جدا، ومش كل الناس المزارعين يقدروا يستصلحوا اراضي جديده. لكن الـ 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 الاسهل بالنسبه لهم الطريقه الثانيه في التنميه، اللي هي ايه التنميه الراسيه، ان انا استخدم انواع جديده من الزراعات، او اني انا مثلا استخدم حاجات بتزود الانتاج، اني انا بكثف الزراعه، ان ادخل تقنيات حديثه او التجديد، او ادخل مستحدثات زراعيه جديده بتزود الانتاج في نفس المساحه بتاعت الارض، نفس المساحه بتاعت ايه الارض، فانا بحقق نمو ايه اقتصادي من خلال ادخال بعض التقنيات الحديثه، ولكن في نفس الوقت بحافظ على الرأسمال الطبيعي. شوف تطور بقى بتاع البيئه، انه هو سموه الراس مال ايه الطبيعي، اللي هو ايه البيئه المحيطه بالكائن الحي والبيئه الزراعيه، راس مالك زي ما في الفلوس دي راس مال، في البيئه دي راس مال برضه، الموارد دي راس مال برضه، وفي برضه ايه راس مال المادي والراس مال الطبيعي، وفي الراس مال الاجتماعي، دي كلها منظومه كبيره جدا، علشان خاطر ان انا احقق تنميه مستدامه، توازن ما بين ادخال التقنيات الجديده وبين الحفاظ على البيئه او الراس مال ايه الطبيعي. دي اهداف التنميه المستدامه بصفه عامه. ايه هي الاستراتيجيات بقى بتاعه التنميه المستدامه؟ زي ما انا قلت لكم في الشريحه اللي فاتت، في النمو ايه التراكمي، ان انا بدخل بعد بيتم احداث التغيير او التطوير او التنميه على مراحل، ما بعملوش مره ايه واحده، لا انا بدخلها على ايه على مراحل، معارف ومهارات واتجاهات وواحده واحده كده مع افراد النظام الاجتماعي لحد ما ايه ما يحصل عمليه ايه التنميه. ما بفرضش لا المفروضش مره واحده كده ايه التغيير على الناس كلها، ودي الصعوبه نفسها في التغيير الاجتماعي. لما بحدث تغير اجتماعي مره واحده بالضغوط اللي هي ايه معروفه، اعمل ضغوط اجتماعيه على الناس علشان خاطر يتبنوا حاجه معينه، بيتبنوها بضغوط اجتماعيه، غرامات، عقوبات، ايا كان الحاجات اللي احنا بنستخدمها علشان خاطر اللي يحدث نمو مره واحده. وعلى فكره الحاجات دي ممكن تكون ايجابيه،
يعني انا ايجابيه، لكن انا بضغط في الناس عشان يستخدموها مثلا. لا، ما هم مش هيستخدموها، على هيستخدموها علشان الضغوط، لكن ده مش تبني، ده مش اقتناع. الزراعه او التنميه المستدامه مبنيه على الاقتناع، لكن اي حاجه بتحدث تحت ضغوط اجتماعيه بيتم تبنيها، وتبنيها بسرعه جدا جدا جدا، عشان يعني ايه، ما اكون صادق معاكم، بيتم التبني بسرعه خالص، كل الناس تتبنى مره واحده. ولكن بمجرد ان الضغوط دي تزول، يتم توقف تماما عن التبني، حتى لو كانت مفيده، حتى لو كانت مفيده، لانها مش عن اقتناع. لانه يعني اهم حاجه في عمليه التنميه، واني انا اتبنى الفكره الجديده او اتبنى الحاجات الجديده اللي اكون مقتنع بيها، ان انا بمررها على دماغي في الاول، وامر بمراحل مختلفه من مراحل التبني المعروفه، ان انا ايه اجربها، وان انا مستعد طبعا ان انا اتبناها، وانا اللي بشوفها، انا اللي عايزها، انا اللي بحتاجها، انا اللي بسعى ليها. ده نوع تاني، ده هو ده النوع بتاع ايه، ده النمو التراكمي. لكن الحاجه اللي مره واحده تحت ضغوط، ده حاجه يعني ايه، بتبقى بتزول بسرعه جدا، بمجرد الضغوط ديت ما تروح خالص، ما بيحصلش تغيير، يعني بيحصل نمو بس ما بيحصلش تنميه، بيحصل نمو لكن لا تحدث تنميه، لان التنميه ديت جزء يعني سيكولوجي داخل الانسان نفسه. الانسان هو اللي بيشعر بنتائج التنميه، وهو اللي حافظ على نتائج التنميه، وهو اللي يطور من التقنيات اللي هي بيستخدمها. اما لو انا فرضت عليه، لا هو ايه، مش هيكون الامور صعبه شويه. يعني الاستراتيجيه الثانيه اللي هي بتركز على استخدام او الاداره البيئيه، دي استراتيجيه ثانيه من استراتيجيات التنميه المستدامه، اللي حاجه اسمها الاداره البيئيه، اني انا بوفر الطاقه المستخدمه في الانتاج، وفر من المدخلات الخارجيه. في حاجه اسمها يا جماعه المدخلات الخارجيه من خارج المزرعه، او من خارج النظام نفسه، او من خارج النظام بتاع المشروع، او نظام الانتاج نفسه، ايا كان هذا، المزرعه انتاج نباتي، انتاج حيواني، ايا كان. يعني الاداره البيئيه بتاعتها ديت، انها بقدر على قدر الامكان من المدخلات الخارجيه، تقليل المدخلات الخارجيه، وبعتمد على المدخلات الداخليه اللي من المزرعه نفسها. يعني انا بعمل كومبوست مثلا من البقايا المحاصيل الموجوده داخل المزرعه، بسمي دي التربه. دي كلها حاجات يا جماعه بستخدم اقل الطاقه الكثيفه، اعمل بيوجاز بدل ما انا استخدم مثلا ايه الكهرباء، او استخدم مثلا الطاقه الشمسيه. كلها ديت كفاءه، استخدام كل مكان الاداره البيئيه تستخدم طاقه نظيفه، وطاقه يعني من داخل المزرعه نفسها، كل مكان فيه ايه تنميه مستدامه. الاستراتيجيه الثانيه، ودي مهمه جدا، وبالذات في عندنا في العلوم الاجتماعيه والارشاد الزراعي، ان هي خلق الوظائف او توليد الوظائف وفرص العمل. زي ما قلت في الاول، ان الرقمنه ديت او التكنولوجيا ديت حاجه صح هتودينا في اتجاه تاني، لكن انا برجع بقى ايه الى الحاجات الصناعات او المشروعات اللي هي بتحتاج للايدي العامله الماهره داخل المجتمع نفسه. وفي افكار جديده جدا في الفتره ديت، وبرضه لو احنا مره كان لنا نصيب ان شاء الله في المحاضر في محاضرات تانية، ازاي ان انا اعمل مشروعات اللي هي ايه على تعتمد على المدخل الاسره نفسه. يعني في الاسره هي اللي بتقوم بالمشروع ده، والمشروع ده مشروع صغير جدا، متناهي الصغر، بس بيدخل بيوفر فرص عمل للاسره نفسها، والاسره تقوم بالعمل ده.
او من خلال وضع استراتيجيه لمنطقه معينه بسميها الزراعه المناطقيه او في المنطقه نفسها. برضو ده جزء جديد في عمليه ايه توليد الوظائف وفرص العمل، ده تنميه مستدامه. ازاي انا اعمل كده؟ ده طبعا في حاجات كتير جدا او استراتيجيات كتيره جدا او مشروعات رياده اعمال في عمليه توليد الوظائف وفرص العمل. لو كان في فرصه هنعمل محاضره عنها ان شاء الله. الانتاج كبير الحجم ده او الانتاج الضخم اللي هو المصانع والحاجات اللي هي ماشي انا اعمل، بس اخد الاجراءات اللي هي ايه اللي هي بتحافظ على البيئه وتمنع التلوث الهواء والمياه. لو انا هعمل مصنع، المصنع ده لابد يكون فيه اجراءات تقييم الاثر البيئي بتاعه، وازاي ان انا احافظ على البيئه من التلوث، ولكن اشجع برضو الانتاج كبير الحجم لان انا محتاج ده ومحتاج ده. اعاده توجيه التكنولوجيا واداره المخاطر. اداره المخاطر دي يا جماعه حاجه مهمه جدا في التنميه المستدامه. ان انا اعرف المخاطر، ادير المخاطر واتنبأ بيها واعمل اقلامه عليها. علشان خاطر التكنولوجيا ديت دايما فيها جانب من الريسك، المخاطره. ازاي انا اوفر او اخفض المخاطر او المخاطره في استخدام التكنولوجيا دي؟ ازاي ان انا اخفض الانتفاع اخفض استهلاك الطاقه من خلال بعض برضو التقنيات الجديده؟ لابد ان انا لما بدرس التنميه المستدامه في بعض المتغيرات البيئيه لابد ان انا اخدها في عين الاعتبار. العلوم والتكنولوجيا لابد ان هي تبقى ايه حاجه فيها جوده وتشمل المواصفات العالميه والبيئه النظيفه طبعا. ودلوقتي في شهادات كتير جدا للجوده والايزو ومش عارف حاجات كتير جدا انا باخدها علشان خاطر اقدر اصدر المحصول بتاعي، لابد ان انا اعلمها برضو داخل ايه المجتمع. طيب عشان تنجح عمليه الاستدامه ديت، وابقى انا ايه الاستدامه ديت تبقى، لو انا قلت يا جماعه يلا بينا نعمل استدامه، يبقى ايه لابد من توافر بعض الشروط او بعض الحاجات اللي بنعتمد عليها ايه نجاح الاستدامه. اول حاجه القياده الجيده. القيادة الجيدة أو القيادة الحكيمة أو القيادة الرشيدة، سميها زي ما أنت عايز تسميها، بس أهم حاجة لابد يكون في إيه قيادة للسياسة الزراعية، القيادة للمشروعات الزراعية. ما يبقاش كده من غير رأس، كل واحد يعمل اللي هو عايزه. القيادة دي المسؤولية بتاعتها المتابعة والدعم، دايما في متابعه وفي دعم وفي حل المشكلات اللي بتقابل الناس علشان خاطر يوصلوا لموضوع الايه الاستدامه. طبعا القياده ديت المقصود بيها ايه قياده المشروعات، قياده المشروعات اللي انا بعملها داخل اي مجتمع. الحاجه الثانيه الدعم من السلطات العليا، لابد يكون في دعم. والزراعة المستدامة أو الزراعة الحيوية أو الزراعة العضوية أو أي نوع من أنواع الزراعة بيبقى فيها مشاكل في الإنتاجية كتير. يعني علشان خاطر إن أنا أتحول للزراعات ديت أو أنواع الزراعات ديت بيبقى فيه مشاكل في التقنيات نفسها أنا مش متعود عليها وأنا ما أعرفهاش وما عنديش المهارة. طب إيه الدعم اللي أنا آخده من السلطات؟ التدريب، على الأقل حاجة إن أنا أبقى عندي التدريب، إن أنا أوفر الأدوات بتاعت الناس اللي هتستخدمها، ان انا اوفر لهم دعم مثلا التسويق، على الاقل التسويق بتاع المنتجات بتاعتهم يبقى ايه متاح، لانه الواحد مثلا ايه بيبقى محبط.
يعني انا بعمل زراعات بستخدمش اسمها، فالانتاجيه بتاعتي بتقل شويه، والسعر بتاع المنتج هو السعر بتاع المنتج الغير حيوي او المنتج اللي هو ايه من غير ومحدش بيميز طبعا، كل واحد ايه اهم حاجه يبقى موجود عنده حاجه. طب لابد يكون في دعم من السلطات العليا للناس دي عشان تنجح عمليه ايه الاستدامه، اللي يبقى عندي قياده جيده علشان خاطر نجاح الاستدامه، عندي دعم من السلطات علشان نجاح الاستدامه، وبعد كده التزام المجتمع، لابد يكون في مجتمع ملتزم. الالتزام بتاع المجتمع لابد في معايير، يعني في معايير تخلي المجتمع ايه يلتزم، يا اما في معايير رسميه زي القوانين والحاجات ديت، انا بسن قوانين صارمه علشان خاطر المجتمع يلتزم بالموضوع ده تمام، او في حاجات اقل شويه من القوانين والكلام من ده بيسموها مثلا ايه المعايير غير الرسميه، ان انا مثلا ايه التشجيع الدعم الحوافز الكلام ده بيخلي الناس كلها تلتزم بالاستدامه. ما دام في قياده جيده وفي دعم من السلطات العليا وفي التزام المجتمع، الاستدامه لابد ان هي تنجح. اتاحت نظام مستدام كامل، يعني في انظمه جدا للاستدامه، يعني زي ما احنا هنشوفها وباين عليه احنا مش هنخلص المحاضره، من المحاضره لسه طويله، لابد ان يكون في اتاحه لنظام مستدام كامل من الالف للياء. يعني ايه من الالف للياء؟ يعني من اول انا لو هعمل مزرعه يبقى انا هعمل مزرعه على النظام المستدام ازاي؟ ايه هي الشروط؟ وايه هي المعايير؟ وانا هعمل ايه؟ وايه هي الحاجات اللي انا هعملها من اول ما ازرع لحد ما اسوي؟ يبقى ده اسمه نظام ايه مستدام كامل كامل. وبرده ده بالنسبه للعمل داخل المزرعه نفسها. طب في نظام مثلا اداري، برده لابد يكون في نظام اداري كامل للاستدامه، نظام دعم فني للنظم المستدامه ديت، في نظام توزيع، في نظام تسويق، في انظمه معرفيه اللي هي الارشاد الزراعي. ولابد كمان حاجه مهمه خالص تدخل معانا في الاستدامه وتدخل معانا في حاجات كتير جدا، اللي هي ايه المنظمات غير الحكوميه. المنظمات غير الحكوميه برضو في بتقوم بدور كبير جدا في عمليه ايه دعم النظم المستدامه، بالاضافه الى توعيه المجتمعات فيما يتعلق بالمشاكل والاحتياجات بتاعة التنمية ايه المستدامة تغيير الأسر الريفية والمجتمعات بصفة عامة، أو تغير يعني مش تغيير، احنا مش هنغيرها، هي هنحدث فيها تغيير. الأسر الريفية والمجتمعات بصفة عامة لابد إن هي تغير أسلوب الحياة فيها أو أسلوب العمل فيها أو أسلوب الزراعة فيها، مش هو الأسلوب ده المطلوب للحفاظ على الموارد الطبيعية. آخر حاجة تحسين الظروف المتعلقة بالعمل الزراعي، لازم أنا العمل الزراعي ده عمل شاق جدا وعمل مكلف جدا وفي مخاطر كتير جدا على صاحب العمل نفسه، فلازم أنا أحسن الظروف، لازم يكون في تأمينات ولابد إن هو يكون في إيه دعم للمزارع بتاع التنمية أو الزراعة المستدامة. إيه هي بقى ندخل بقى في المؤشرات حضرتك، ألو؟ هو نعم؟ المفروض قاعد كده حضرتك دقيقتين، 2 ولا 10؟ لا دقيقتين، لان ال10 دقايق دول بيبقى الاسئله، لو حد من الزملاء او الاساتذه او الطلاب حابب يسال حضرتك فبيبقى في 10 دقايق كده ايه في نهايه المحاضره طب ده للاسئله. احنا لسه المحاضرة، يعني لسه المحاضرة كتير. هو ما شاء الله دكتور والله حاول المحاضره كان وشرح كويس، بس الفكره ان في تايم متوعدين بيه عشان وقت الحضور، وخاصه ان في شغل تاني للمنصه بعد الساعه 11 على طول، عشان كده هم ساعتين بالاسئله. ولو كده احنا ممكن نعمل مع حضرتك ثانية بس بعد الملتقى إن شاء الله.
ان شاء الله باذن الله رب العالمين. ماشي اتفضل. طب اعد عايز اسال اي سؤال ولا حاجه تحت امرك. اتفضل ماشي يا كده. دكتور. انا طبعا خلاص يا جماعه ماشي. بعتذر ليكم عشان الاطاله، وبعد كده انا يعني ايه الاستدامه ديت موضوع كبير جدا اللي مش هيكفي له محاضره واحده. احنا اتكلمنا عن الاساسيات، انا بقى لو انا عايز اقيس الاستدامه دي اقيسها ازاي بالمؤشرات بتاعتها الكلام ده، الله اعلم بقى. لو انتوا عايزين محاضره تانيه ليها انا تحت امركم طبعا. اتفضلوا، اللي عنده اي سؤال اتفضل اساله. انا قل لي اذان صاغيه. محمد على المحاضرة القيمة دي، إن شاء الرحمن برضه هيتم التواصل مع سيادتك بعد الملتقى ونعمل أكتر من محاضرة في الاستدامة، ده شيء يشرفنا يعني. شكرا جدا الله لسيادتك على يخليك، المحاضرة القيمة. الله يخليك، الله يخليك. حالا يا دكاترة هفتح لينك الشات، اللي عنده أي سؤال زي ما الدكتور رحب أبو قال يتفضل يكتب في الشات، حابب يعمل مداخلة يعمل ريز هاند وندخله فرد فرد بحيث كلنا نستفاد، ولينك الحضور هنزله لحضرتكم حالا. ده لينك الحضور، اتفضل يا دكتور. كل مرة يدخل معانا الأسبوع ده أو أول مرة يدخل معانا على المنصة، إحنا بنرفع أو بنخلي كل أسبوع في شهادة واحدة للحضور. في نهاية الأسبوع بنعمل شهادة للسادة الحضور، على الأقل يكون حضر 5 محاضرات من ال7 محاضرات عشان يحصل على شهادة من الأسبوع العلمي. يعني مش بنعمل لكل محاضرة شهادة، لا، بنعمل في نهاية الأسبوع كده شهادة بعناوين المحاضرات بالاسبوع بالاسبوع كله على بعضيه. طيب اللي بيحصل على الشهاده مين؟ اللي بيحضر على اقل 5 محاضرات من ال7 محاضرات، تمام؟ وبنرفع الشهادات دي على قناتنا على التليجرام. الكلام ده بالنسبه للساده اول مره يكملوا معانا. بنرفع الشهاده على قناتنا على التليجرام في نهايه الاسبوع، وتسجيلات المحاضره بنرفعها اول باول على قناتنا على اليوتيوب، وهرفع لحضراتكم لينك القناه ان شاء الله. على التليجرام. الو، يا دكتور سامعين شات. في اي سؤال يا جماعه انا تحت امركم. المحاضره طبعا لسه فيها جزء كبير جدا ما تملش، فيا ريت يعني ايه لو في امكانيه فيما بعد نكملها. و الجزء الاول كله ده كان حاجات عامه يعني اهداف وشروط وحاجات زي كده، لكن القياس نفسه بتاع الاستدامه ازاي نقيسه انا بصراحه يعني ايه اسف ان ما قدرتش اكمله، لكن هو ده مهم برضه ان انا لو عندي مشروع ازاي ان انا اقيمه ناحيه الاستدامه. ما كلهم طبعا بيشكروا في المشاركه، المشاركة يعني. مهمة جدا، المشاركة ده مهم جدا في عملية التنمية المستدامة بالذات، يعني إن أنا بقول أنا ببني على الإنسان، فلا بد إن هو يكون في مشاركة، في مشاركة في عملية التنمية من الأول للآخر. حاضر يا أشكركم دكتورة، جدا، إن شاء الله هيتم أشكركم. إكمال المحاضرة بإذن الله، ما تقلقوش يعني، بس بعد الملتقى إن شاء الله. إحنا بنعتذر برضو، إحنا والله كان نفسنا نكمل أكبر من كده بس التايم بتاع المحاضرة، فبنعتذر على المقاطعة يعني. ده بس معلش المكان. انا الداتا ماشي، لان الداتا موجودة ان شاء الله باذن الله يعني نشوف. المادة العلمية إحنا هنستأذن الدكتور لأن ده حاجة شخصية، حبيبي ابعتها لنا، بعد ما يبعتها لنا هنبقى ننزلها لكم على قناتنا على التليجرام، وده لينك القناة. مش حابب ده حاجة براحته لأن ده حاجة شخصية، احنا براحة المحاضر يعني. لا ان شاء الله باذن وتسجيل الله. المحاضرة مسجلة وهنرفعها على قناتنا على اليوتيوب إن شاء الرحمن النهاردة بإذن الله. شهادات الدكاترة بيتم تنزيلها على قناتنا على التليجرام ولينك القناة. أي أسئلة للدكتور تحت أمر حضرتك، وده لينك قناتنا على اليوتيوب. بالمناسبة الأسبوع الأول كل المحاضرات مسجلة على قناتنا على اليوتيوب، ونزلت ال7 محاضرات نزلوا على قناتنا على اليوتيوب يعني. كلهم مشروع دكتور ما كل شاء سنة الله. وأنتم، كل سنة وأنتم طيبين إن شاء الله. كده بإذن الله نلتقي في محاضرات تانية بإذن الله. بشكر جدا المنصة، منصة علماء المستقبل، على التنظيم الجيد والرائع ده. ومعلش يعني الواحد كان نفسه إن هو يعني إيه يتفاعل أكتر من كده مع الناس، لكن أرجو فيما بعد إن يكون في تفاعل، يعني نحب إنه يكون في تفاعل ما بينه وبين الناس اللي نستفيد برضه إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. بإذن شكرا، الله يا دكتور. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لكم.
وأنا تحت أمركم في أي وقت يعني. شكرا جدا لسيادتك دكتور محمد. بالمناسبة ما فيش أي أسئلة، يعني سيادتك غطيت جزء كبير في المحاضرة اللي سيادتك اتكلمت عنها. شكرا جدا لحضرتك، وإن شاء الله هيتم بعد إن شاء الرحمن بعد الملتقى هيتم التنسيق مع سيادتك ونعمل محاضرات أكتر في التنمية المستدامة. احنا بنشكر حضرتك للمرة الكتيرة جدا، شكرا جدا شكرا لسيادتك. شكرا شكرا لبشمهندس إبراهيم، شكرا فندم، نلتقي شكرا بحضرتكم غدا إن شاء الرحمن في المحاضرة الثالثة في الأسبوع العلمي إن شاء الثاني الله إن المشارك شاء في الله. كلية الزراعة جامعة الأزهر بأسيوط. محاضرة غدا هتكون بعنوان الألبان ومنتجاتها ودورها في التنمية المستدامة، هيلقيها الدكتور محمود عبد الله أحمد مدرس بقسم علوم وتكنولوجيا الألبان كلية الزراعة جامعة الأزهر بأسيوط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.